اللي حصل يا جماعة اللي جاي بصراحة يفرح ومفرحني أنا شخصيا. أنتوا عارفين إن أنا بحب التاريخ ومهتمة بالتاريخ، أنا عارفة إن أنتوا اللي بتتفرجوا عليا عارفين الكلام ده. الحقيقة إن هم اكتشفوا في شهر مايو سنة 2002، يعني السنة 2000 سوري 22، يعني السنة اللي فاتت، اكتشفوا بردية أو بردية وزيري. البردية دي هي أول وأكبر بردية بالخط الهيراطيقي، طولها 16 متر، يعني أنتوا متخيلين 16 متر ده حاجة كبيرة كده، وفيها 113 فصل عن الموت. علشان نعرف أكتر عن البردية دي ونعرف إيه اللي جواها وإيه أهميتها كمان، معانا على التليفون الدكتور الأستاذ صبري فرج، مدير عام آثار سقارة ورئيس البعثة المصرية بمنطقة سقارة، يعني البعثة نفسها اللي اكتشفت البردية. بنرحب بحضرتك يا أستاذ صبري. معانا؟ أهلا بيكي يا أستاذ ريم. أنا ريهام مع حضرتك. معاكي صبري فرج، مدير عام آثار سقارة والمشرف على الحفائر، البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، هو رئيس البعثة المصرية. مظبوط. في جبانة طيب. البوباسيوم بسقارة. ايه حكايه البرديه دي؟ ايه اهميتها؟ احنا طبعا سقاره انت عارفه حضرتك دي من اهم المناطق الاثريه اللي هي في جزء من الجبانه المنفيه اللي بتبدا من ابو رواش لغايه ميدوم 100 كيلو. سقاره هي ومنفي هي العاصمه لمصر الاولى، فسقاره بها اقدم هرم في تاريخ البشرية. مزبوط. احنا اشتغلنا في حفاير منذ 2018 حتى الآن ومستمرين في أعمال حفاير بجبانة المباستيون. اكتشفنا مجموعة من مومياوات الحيوانات المقدسة، واكتشفنا مقبرة وحتي، واكتشاف مجموعة من التوابيت الخشبية والتماثيل. وحاليا في موسم 2022 في موسم الحفاير في مايو اكتشفنا بئر دفن. داخل بئر الدفن تم الكشف عن مجموعة توابيت خشبية وحجرية. تم فتح تابوت خشب لشخص يدعى أحمد. تم الكشف بجانب الموميا على بردية، تم نقلها فورا الى المتحف المصري بالتحرير، يعني مش هتبقى في المتحف المصري الكبير، وترتيبها بمعمل الترميم بالمتحف المصري، هتتحط في المتحف المصري الكبير يا استاذ. المتحف المصري في التحرير، مش هتبقى في المتحف الجديد يعني؟ لا، هي موجوده في المتحف المصري في التحرير في معمل الترميم، وبعد كده تم تعقيمها وترتيبها وتم الاعلان عنها يوم 2022 في مؤتمر صحفي. طب هي بتتكلم عن ايه البرديه دي؟ يعني البرديه دي اهميتها ايه؟ ايه المحتوى بتاعها كمهم بالنسبه لنا؟ البرديه دي هي اكبر واطول برديه وطولها حوالي 16 متر تقريبا. يعني انا بتكلم عن المحتوى بتاع البرديه دي، بتتكلم عن ايه؟ اهميتها ايه اللي جوه البرديه؟ هي نصوص من كتاب، نصوص دينية وتعاويذ دينية وجنائزية من كتاب الموتى، وهي 113 فصل أو تعويذة، وذكر اسم أحمد بهذه البردية 260 مرة. والبردية دي مكونة من 150 عمود. البردية طبعا ترجع إلى العصر المتأخر، نهاية العصر المتأخر وبداية العصر البطلمي. كشفت حاجة جديدة عن العصر البطلمي، يعني زودت لنا معلومات ما كانتش موجودة عندنا؟ طبعا، هي أكبر بردية، ويعتبر أكتر فصول دينية أو تعاويذ دينية ذكرت على هذه البردية، وبخط فنان واحد. يعني اللي كاتب فنان واحد، اللي كتب كل البرديه بالحبر الاسود، كل ده كاتبه شخص الأحمر. واحد. كل البرديه دي كلها اللي كاتبها هو شخص واحد بس، شخص واحد، فنان واحد بيد واحده. فالبرديه رائعه، برديه طبعا من اجمل البرديات اللي من يعني 120 هي سنه. هي اعتقد كانت معانا على الشاشه دلوقتي، ما اكتشفناش حاجه زي كده اطلاقا. البرديه سميناها يعني فريق العمل قدامنا دلوقتي، هي موجوده على الشاشه وحضرتك بتتكلم. احنا سميناها باسم برديه وزيري الاولى. يعني فدي حاجه، لانه هو طبعا دكتور مصطفى وزيري هو رئيس البعثه، فاحنا
قلنا يعني نسمي البرديه دي باسمه ونسجلها باسمه زي البرديات زي هارس زي تورين زي كده، فقلنا برضو نسمي وزيري. طب فالدكتور مصطفى وزيري بيقول لي طب ليه سميته يعني حطيته اسم وزيري 1؟ قلنا له لان احنا عندنا اعتقاد عشان لسه في كتير بقى ان شاء الله خلال برضو الفتره القادمه ان احنا نكتشف وزيري 2. وفعلا بعد بضع اشهر اكتشفنا برديه ثانيه وموجوده يعني حاليا اكتشفت فعلا برديه ثانيه التحرير. يعني احنا بقى عندنا وزيري 2 دلوقتي، بقى عندنا وزيري 2 وجاري فكها حاليا وسيتم الاعلان عنها برضو بعد الانتهاء من اعمال التعقيم. يعني بقى عندنا وزيري 2 يا استاذ صبري يا فندم، بقى عندنا وزيري 2 ان شاء الله، عندنا وزير 2 وقريبا برضو بعد الانتهاء من اعمال الترابيم سيتم الاعلان عنها بمشيئه الله. يعني عايزين حضرتك ايه، يعني احنا مهتمين كده حضرتك كل ما يبقى في اكتشاف كده تيجي على طول تقول لنا هنا عشان ناخد السبق ان شاء الله يا فندم. بنشكر حضرتك جدا استاذ صبري فرج مدير عام اثار سقاره، الف شكر لحضرتك.